والآن سوف نتحدث عن طريقة تطبيق مجموعة سهرة الشباب بالتفصيل. أولا، يتم تنظيف الوجه مرتين صباحا ومساء بالمنظف المقشر الألوكلينزار، ويتم توزيعه على البشرة بشكل متجانس. ثانيا، يتم تطبيق وأنعاش البشرة يوميا صباحا ومساء بالملطف المطري تونر، وذلك بوضع بضع قطرات على قطعة من القطن ومسح آثار المنظف المقشر، ومن ثم عمل تدليك ومساج خفيف على الوجه. الخطوة الثالثة هي استخدام الماسك الباودر بإضافته إلى الألو أكتيفيتور لإنعاش وشد البشرة والتقليل من التجاعيد. يستخدم مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، وذلك بمزج ملعقة من الألو أكتيفيتور مع ملعقة من الباودر ماسك، ومزجهما جيدا بواسطة الفرشاة، ثم تطبيقهم بشكل متجانس على البشرة. نبدأ بالقسم الأول من البشرة ونضع في الأعلى القليل من الماسك، ثم نبدأ من القسم الأسفل من البشرة ونوزعه بشكل متجانس كما في الصورة، ثم ننتقل إلى القسم الآخر من البشرة وبنفس الطريقة نوزعه بشكل متجانس، وممكن أن نضع القليل منه على الرقبة. يترك تقريبا لمدة نصف ساعة حتى يجف جيدا ويأخذ مفعوله على الوجه. بعد مضي نصف ساعة تقريبا، ننتقل لمرحلة إزالة الماسك من على الوجه، وذلك بأن نأتي بقطعتين من القماش القطنية ونبللها بالماء، ثم نضعها على جانبي الوجه لكي يتغلغل الماء على الماسك وداخل البشرة، وبحركة ناعمة وسلسة نحاول إزالة بقايا الماسك من على الوجه. نكرر هذه العملية أكثر من مرة لكي نتخلص من جميع بقايا الماسك. الخطوة الأخيرة هي استخدام نايت كريم، كريم الليل المرمم كل مساء، أو استخدام فونديشن لوشن شد البشرة كل نهار. وبذلك أكون قد انتهيت من شرح مجموعة زهرة الشباب بشكل مفصل، وأرجو أن تنال إعجابكم.